الأمن السيبراني. هو عالم مظلم، عالم بندخل في حيثياته وبنعطي فكرة عامة عن بعض النقاط الرئيسية اللي قد تواجهنا مستقبلاً. أنت مش محتاج كحكومة أو كمؤسسة أو كأب حتى إن أنت تفرض حاجة على أي حد. أنت بس بشوية تويكس في الطريقة اللي بتكوميونيكيت بيها مع الناس تقدر تغير أفعالهم. الطريقة اللي بتوصل بيها الحقيقة أكشلي أهم من الحقيقة. And because we've grown up with social media, that means that we can amplify the things that we like, but it also means that we can amplify the things that we dislike. رح ضلني آمن بشيء اسمه حب وكلمة وتواصل وجسور، وأريد أن أخرج من هذه الحياة أجمل مما دخلت إليها.